هل أنت فارل؟ هل أنا أتوهم؟ أم كنت تركبين سترايدر عندما عبرت البوابة؟ السلام عليكم ورحمة الله يا شباب، وحياكم الله في هذا الاستعراض الكبير لواحدة من أكثر الألعاب المنتظرة، إذا ما كانت أكثر لعبة منتظرة على جهاز بلايستيشن 4، اللي هي لعبة هورايزن زيرو دون. من أهم الأشياء اللي بنوريكم إياها اليوم اللغة العربية في اللعبة، وزي ما نشوف هنا عندي مهمتي الأولى بتبدأ. هذه هي الخريطة، وراح نشوف أن مهمتي بتكون هنا في المنطقة الصفراء هذه، اختبر جهاز التجاوز على الروبوت. طبعا عالم اللعبة كبير وبنقطع كل هذه المسافة عشان نوصل للمهمة، لكن قبل خلوني أوريكم الواجهة باللعبة. طبعا نشوف الشرح للمهمة الرئيسية والنشطة حاليا باللغة العربية، وعندنا مهمات مقسمة إلى رئيسية وجانبية ومهمات وغيرها غير ذلك. الخط المستخدم في الواجهة بالعربي جميل جدا وسهل القراءة، حتى لو نروح للصناعة والمستودع الأماكن اللي نسوي فيها الأسلحة، ونشوف أيضا قائمة المهارات سهل جدا التصفح فيها. نرجع للعبة، وزي أي لعبة عالم مفتوح راح نلقى بعض المواد الموجودة على الأرض اللي نقدر نجمعها ونستفيد منها في صناعة الأسلحة والأدوات وغيرها. وأيضا هنا راح نشوف عندنا نار نقدر نولعها، هذه النار راح تكون نقاط للتنقل السريع بين المناطق وأيضا للحفظ في اللعبة. هنا نقدر نشوف جنبنا شخص نقدر نكلمه، وطبعا هذه راح تكون بياعة وراح نقدر نكلمها عشان نشتري أسلحة أو أزياء أو موارد أو غيره من الأشياء اللي راح نلقاها على مر الطريق في متاجر مختلفة. هنا قربنا من المكان اللي فيه مهمتنا الأولى، ونشوف المؤشر البعيد هنا ويورينا عدد الخطوات للمهمة. أوكي، طلع عندنا هذا الروبوت. الروبوت هذا اسمه سترايدر، وإحنا نبي نهكره أو نسيطر عليه عشان نقدر نركبه ونتنقل فيه بشكل سريع بين المناطق. طبعا العشب الطويل مهم في اللعبة لأنه بيخليك متخفي بحيث اللي حولك من الروبوتات ما راح يقدرون يشوفونك، فتنتهز اللحظة المناسبة تطلع من بين الأعشاب الطويلة وتحاول تقرب للعدو حقك أو الهدف حقك. طبعا السترايدر هو روبوت نقدر نروضه عن طريق الاوفر رايد او التجاوز، راح نجي له من ورا ونستمر بالضغط على زر مثلث الى ما يصير تحت سيطرتنا. نجح الامر، ليس عدوانيا، يبدو مروضه. نحن اذا احسنت، خلاص هكذا. من هنا السترايدر هو بيكون طريقتنا للتنقل بين الاماكن بشكل اسرع من الركض بالارض. السترايدر سريع، أفضل من المشي. طبعا أثناء ركوب السترايدر إذا لقيت روبوتات ثانية في الطريق تقدر أيضا أنك تهاجمها، وأنت أيضا على الروبوت السترايدر، يعني تستخدمه هو عشان تقاتل الثاني. زي هذا شفنا هنا الروبوت، احتجنا نضربه ضربتين عشان نقضي عليه وإحنا راكبين السترايدر بدون ما نضيع وقت وننزل ونقاتل بالطريقة العادية. طبعا هنا راح ندخل وحده من القرى اللي موجوده في المنطقه اللي لعبنا فيها في اللعبه، راح نلاحظ وجود شخصيات كثيره هنا وعلى راسهم علامه تعجب خضراء. لو نفتح الخريطه بنشوف في اكثر من علامه تعجب خضراء موجوده في نفس المنطقه اللي احنا فيها، لانها قريه. هذه العلامات تعجب عباره عن مهمات جديده، مهمات جانبيه تقدر تاخذها، كلم الاشخاص هذولي وبيعطونك المهمات وتقدر تلعبها. في هذا المكان تكلمنا للشلة اللي موجودة هنا، منهم ماريا اللي موجودة قدامنا وعطتنا المهمة الرئيسية الجاية اللي لازم نسويها في اللعبة. لو نفتح الخريطة راح نلاحظ عندنا المنطقة الأولى هذه والمنطقة الثانية. طبعا الخريطة ضخمة بس عشان نعطيكم نظرة ايش كثر الخريطة كبيرة، فتشوفون المهمات حقتنا كيف متباعدة عن بعض. هذه أشياء اسمها المنطقة الفاسدة. المنطقة الفاسدة عبارة عن فيها روبوتات يصير لونهم أحمر، يعتبرون كربتد أو فاسدين بشكل ما، مو مثل الروبوتات الثانية العادية، فعلينا أن نقرب منهم ونقضي عليهم عشان نطهر المنطقة. بنقرب بحذر إلى ما نشوف المكان ونعرف كيف نتصرف. هذه روبوتات، الفساد صادر منها مثل الدخان، حان وقت إزالتها. كبداية نبي نعرف هذه الروبوتات عشان نشوف إيش نقطة ضعفها. راح نستخدم هذا الجهاز اللي راح يورينا الأشياء الصفراء. الأشياء الصفراء هي نقاط الضعف. لو نلاحظ هنا ونركز على المنطقة ذي اللي ظهرها راح نلقى أن الضعف حقها هو النار. بهالحالة نبي نستخدم الأسهم النارية ونضربه في منطقة الظهر. الحين شوفه ما تأثر، لكن انتظروا لحظة. انفجر. الحين طبعاً هذا خلصنا منه. نبي نكمل الحين على البقية ونخلص المكان هذا من الفساد. أكيد لما تلعبون اللعبة النهائية لا تسوون غلطتي، وهي إني كنت قريب منه لما انفجر. تشوفون كيف هنا صار ضرر على الشخصية حقتي. ما علينا، أهم شيء خدنا تروفي وخلصنا هذه المهمة. الآن بوريكم شيء مهم جدا في اللعبة. طبعا هنا راح نتخبى، هذا الروبوت اسمه الواتشر، هذا مزعج جدا لأنه إذا شافك يبلغ كل الروبوتات اللي حوله عنك.
طبعا هنا انتبه هو بس ما يعرف ايش صاير، فاحنا بنقرب منه وبنسوي حركه حلوه اللي هي ضربه صامته، راح نضربه ونقتله بشكل هادي ستيلث، وهذه حركه حلوه بتفيدك كثير في اللعبه. زي ما نقدر نتنقل في اللعبه بالركض ولا المشي، نقدر ايضا نتنقل بالسترايدر، وشفنا كيف نقدر نركبه ونتحكم فيه. الان اوريكم حتى السباحه في اللعبه، راح تلقى اماكن جميله مثل هذه البحيره وتقدر تسبح فيها وتقطع هذا المكان. طبعا الحين ليل ونشوف روبوتات على اليمين، انا ابي اتجنبهم فطبيت في البحيره وقلت خلها سباحه يا رجال. البيئات في اللعبه متنوعه وجميله، يعني شوفوا المكان هذا، شوفوا كيف العشب يتحرك في الارض والورق على الشجر يتحرك، منطقه جميله جدا. لكن الحين بوريكم شيء ثاني برضو في المنطقه اللي قدام بنروح لها. لاحظوا الان احنا لازلنا في المنطقه اللي وريتكم اياها قبل شوي، لكن هنا بنرجع على المنطقه الجبليه هذه، وشوفوا كيف فجاه الحين راح يتخير المكان بالكامل، وطلعنا من البيئه اللي كنا فيها والحين صرنا في بيئه ثلجيه ونشوف الثلج يغطي كل مكان. الآن وصلنا لمهمتنا الأخيرة. استديري يا فتاة، هذه روبوتات خطيرة. طبعا يقولون لي ارجعي من انت بقدها، لا تقربي من هذا المكان، في روبوتات خطيرة. طبعا فعلا هنا في روبوت جابت مرة واحنا بنقاتله. قبل لا يشوفني او اقرب منه، اول شيء ابي اعرف وش نقاط ضعفه عشان اعرف كيف اتقاتل معه، لان واضح انه بياخذ مني وقت طويل. فنطلع فوق نشغل الجهاز حقنا اللي راح يورينا نقاط الضعف. راح نشوف نلاحظ انهم موجودين فوقه، ونقطة ضعفهم النار، فبنستخدم السهم الناري. كبداية نعطيه ضربة ترحيبية، طبعا الحين هو خلاص بيلتفت علينا وصادنا وعرف عن مكاننا، فبيلحقنا الحين وبيتشب لنا نشبة غير طبيعية. وعشان مطورين اللعبة يخلون المكان قلق أكثر من اللازم، حطوا لنا بعد هذه الروبوتات الصغيرة عشان نقعد نتقاتل معها، والروبوت الكبير قاعد يلاحقنا. نحاول نخلص عليها، نضربها كلها ونتخلص منها عشان نروق للشخص هذا اللي ورا. شوفوا كيف جانا الحين، خلاص الحين الموضوع صار قلق، الحين بيقعد يتابعك وحرفيا ما يعطيك فرصه. فحاول تضربه دائما عن طريق انك تستغل اقرب فرصه وتعرف حركاته بشكل جيد، وما راح يعطيك فرصه وبيجيك من ابعد مكان بيوصل لك. زي ما تشوفون هنا وصلنا وضربنا فعلا، فحاول تضربه بالاماكن حقه الضعف، لانها هي اللي بتنقص قوته اكثر شيء ممكن. ممكن تضيع عليه اسهم كثيره وانت تضربه في اماكن عاديه، ما هي اماكن او نقاط ضعف. طبعا طولت معاه في القتال، بس انا الحين جالس اوريكم اللحظه الاخيره من القتال، وهذا هو بخلص عليه بالضربه الاخيره هذه. وضربناه وانتهى. ولاحظوا ان الصغار اللي معاه مو كلهم انهيت عليهم، بقى منهم هذا نخلص عليه بعد، وبكذا انهينا القتال الخاص بالمهمه الاخيره هذه. بس قبل لا نمشي ابي اوريكم هذه اللقطه الاخيره، وهي نظره على عالم اللعبه من مكان مرتفع في الجبل اللي انا فيه. فطالعوا المكان اللي احنا موجودين فيه من اليمين، وتشوفون الطير هذاك، هذاك روبوت ونقدر نقاتله اتوقع. فشوفوا المكان ايش كبره من يمين الى اخر اليسار، منطقه جميله جدا. وهذا انا ما كنت العب على البلاي ستيشن 4 برو او استخدم اتش دي ار، المنظر ذا بيطلع رهيب لو عندك تلفزيون 4K HDR. اتمنى عجبكم الاستعراض، واشوفكم في فيديو قادم، مع السلامه.